فكره. انا هنا بقى خدت الساحل. ايه خدت انا هنا خدت الساحل والله يا استاذ. والله بني ادم كان معدي، بس واحد كان لابس بدله بجوفطه كان معدي قدامي دلوقتي. معلش انا اسف. معلش كرافتة ايه ده؟ هاي واي. معلش في ايه يا ابني؟ مالك يا ابله؟ بورجيك ما تورينيش حاجه. التيل في الطنبورة عمل زعزعه جامده معانا، نعملها ايه؟ معلش بالرحمه. لا انا معجب بيك جدا بقى، قلت لازم ارجحك. لازم ارجحك شويه. ايه رايك؟ بتهزر ولا ايه؟ لا اهو انت الله، انت هتهزر؟ ايه الله، في ايه؟ من مبسوط؟ الله انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ اقف هنا. انا اسف يا فندم. معلش مش عايز يوم كده تعملي فيه. مالكش دعوه بيا، خليك في اللي انت فيه. انت مش سايق عربيه؟ انا ما شفتش كده والله. مالكش دعوه، شوف هم قايلين لك توديني فين وبس. مش حضرتك هتعملي يوم ترفيهي كده؟ مالكش دعوه، امشي زي ما انا عايزاك تمشي بالراحه. طب مش عايزه جيست كير؟ نعم جيست كير. بتجي باجي؟ مالكش دعوه. لا ده انت مش طبيعي بقى. جمال بس بصي يا اقف هنا. يا كلب عدى يا كلب. انت هتهزر معايا؟ اقف على جنب بقولك. اقف بس عليك. جمال الطبيعه وجمال المايه. مش عايزه ابص. ركز انت في الطريق. مش عايزه بيتجي باجي؟ ما قلنا مش عايزين بقى، خليك في اللي انت فيه يا اخي. طب انا اسف جدا، بس اطلب منك طلب صغير بس. نعم. حضرتك هتطلعي ايدك بره وانا بلف الملف، ممكن؟ يعني ايه اطلع ايدي بره عشان يعني اعملي كده عشان اعرف اعدي؟ انت هتهزر معايا؟ اطلع يلا. هتهزر معايا؟ امشي. الله يا لا ده انت مش طبيعي بقى. لا ده انت مش لا 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 انت بتعرفش تسوق يا ابني ولا ايه؟ 5 دقايق حضرتك ونوصل للقريه. فين ام القريه؟ 5 دقايق بالظبط وانا وصلت. اتفضل عشان اعصابي تعبت.